لما ذكر هذه العقيده العظيمه وهي رؤيه المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى ذكر موجب نيلها وسبيل تحصيلها وعباده الله وطاعته واعظم ما يكون في طاعه الله اداء الفرائض واعظم ما يكون في الفرائض بعد التوحيد الصلاه قال فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا صلاه قبل طلوع الشمس اي الفجر فريضه الفجر وصلاه قبل غروبها العصر فريضه العصر وذكر هاتين الفريضتين دون غيرهما من الفرائض تنبيها على عظم هاتين الصلاتين ولهما خصوصية في الفضل وورد في فيهما خاصة أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة ثبتت عن عن نبينا عليه الصلاة والسلام منها قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر الحاصل أنه ورد في هاتين الصلاتين أحاديث كثيرة فلهما شأن ولهما مكانة فمن حافظ عليهما كان في محافظته عليهما معونة لأداء ما سوى ذلك من الفرائض فيهما معونة عظيمة جدا وبخاصة الفجر مفتاح اليوم وباكورة اليوم من أعانه الله سبحانه وتعالى على النهوض من فراشه وذكر الله والتطهر والتوجه إلى بيوت الله كان في ذلك معونة له على أداء بقية الصلوات وحفظ يومه في الخيرات في في اعظم معونه استعينوا بالصبر والصلاه في فالصلاه فيها معونه وفيها مزدجر مثل ما قال الله ان الصلاه تنهى عن عن الفحشاء والمنكر فمن حافظ على هاتين الصلاتين كانتا معونه له على عموم الطاعات ومن ضيعهما فهو لما سواهما اضيع فهو لما سواهما اضيع إذا ضيع هاتين الصلاتين مع هذه المكانة العلية لهما فولما سواهما من الصلوات وأيضا غيرها من الطاعات أضيع والمحافظة على هاتين الصلاتين المثمرة لما قدمت أمر عظيم جدا وجليل وأمر أيضا فيه غوالب في الدنيا كثيرة تغلب الإنسان عليه فيحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا حتى يكون محافظا على هاتين الصلاتين وغيرهما من الفرائض المحافظه العظيمه التي لا يغلب عليها بشيء من هذه الغوالب وهي كثيره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين